تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في احتفال جرى في قصر الصخير هذا اليوم أوراق اعتماد 5 سفراء جدد لدى مملكة البحرين. وقد وصل سعادة السفير كاي ثامو بوكامان سفير وقد وصل سعادة السفير كاي ثامو بوكامان سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى قصر الصخير حيث كان في استقباله رئيس المراسم الملكية وجرت له المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات. وقد تسلم جلالة الملك المفدى أوراق اعتماد سعادة سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية وتبادل جلالته مع السفير الكلمات الترحيبية مشيدا بالعلاقات الطيبة القائمة بين البلدين. كما وصل سعادة السفير أفضال محمود سفير جمهورية باكستان الإسلامية إلى قصر الصخير حيث كان في استقباله رئيس المراسم الملكية وجرت له المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات. وتسلم جلالة الملك المفدى أوراق اعتماد سفير جمهورية باكستان الإسلامية وأشاد جلالته بالعلاقات الطيبة القائمة بين البحرين وباكستان وما تشهده من تقدم وتطور في جميع المجالات. كما وصل سعادة السفير بيت هيربوت سفير مملكة بلجيكا إلى قصر الصخير حيث كان في استقباله رئيس المراسم الملكية وجرت له المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات. وقد تسلم جلالة الملك المفدى أوراق اعتماد سعادة سفير مملكة بلجيكا وأشاد جلالته بالعلاقات الطيبة القائمة بين البلدين على الصعد كافة. We'll be right back.
كما وصل سعادة السفير أندرياس بابكادياس سفير جمهورية اليونان إلى قصر الصخير، حيث كان في استقباله رئيس المراسم الملكية، وجرت له المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات. وتسلم جلالة الملك المفدى أوراق اعتماد سفير جمهورية اليونان، وأشاد جلالته بالعلاقة الطيبة بين البلدين. وقد وصل سعادة السفير بابيو يوهفيتش سفير جمهورية بولندا إلى قصر الصخير، حيث كان في استقباله رئيس المراسم الملكية، وجرت له المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات. وقد تسلم جلالة الملك المفدى أوراق اعتماد سعادة سفير جمهورية بولندا، وتبادل جلالته مع السفير الكلمات الترحيبية، مشيدا بالعلاقات الطيبة القائمة بين البلدين. ونقل السفراء إلى جلالة الملك المفدى تحيات وتقدير رؤساء دولهم وخالص تمنياتهم لجلالته بموفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين وشعبها دوام الرفعة والازدهار، مشيدين بالعلاقات الثنائية الطيبة الوطيدة التي تربط بلدانهم مع مملكة البحرين على كافة الصعد. حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد سمو الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى ومعالي وزير الديوان الملكي ومعالي وزير الخارجية ومعالي وزير المتابعة بالديوان الملكي وسعادة رئيس المراسم الملكية. حرف الشرف السلام لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى. حرب الشرف قدم بهيئة الاعلام نظام المصالح المالية.